أكد سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية حرص مملكة البحرين الدائم على ترسيخ التسامح والتعايش السلمي بين الأديان والثقافات واحترام الحريات الدينية كثوابت راسخة في ظل النهج الإنساني لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه. جاء ذلك لدى افتتاحه اليوم جلسات مؤتمر توسعة الأفق حرية الدين والمعتقد الذي يعقد برعاية ملكية سامية وبتعاون بين مملكة البحرين والاتحاد الأوروبي، حيث نقل سعادة وزير الخارجية تحياتي وتقدير حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم راعي المؤتمر وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى جميع المشاركين في هذا المؤتمر. وأعرب وزير الخارجية عن فخره واعتزازه بتاريخ مملكة البحرين وقيمها الأصيلة المستمدة من مبادئ ديننا الإسلامي الحنيف وتجربتها العريقة كمركز تجاري إقليمي، ما أسهم في ترسيخ التسامح والتعايش واحترام الأديان والمعتقدات والثقافات وترابط النسيج الاجتماعي وتوطيد ريادتها في المنطقة كموطن لجميع الطوائف الدينية. ونوه سعادته بترحيب مملكة البحرين بممارسة الجميع شعائرهم الدينية ومعتقداتهم بكل حرية واطمئنان، مشيرا إلى تواجد المساجد بجوار الكنائس ومنها كنيس للطائفة اليهودية ومعبد للهندوس وآخر للسيخ، تنسجم جميعها في إطار من الود والتجانس، كان أحدثها افتتاح كاتدرائية سيدة العرب الكاثوليكية في عوالي على أرض تبرع بها جلالة الملك المعظم. وأكد زياني حرص مملكة البحرين في ظل القيادة الحكيمة لجلالة الملك المعظم على ترسيخ ثقافة التسامح والتعايش والإخاء والتضامن الإنساني ونشر قيم السلام والتعاون والحوار بين مختلف الأديان والحضارات ونبذ النزاعات المثيرة للانقسام والكراهية الدينية أو العنصرية وتكريس احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية. توسعة الأفق حرية الدين والمعتقد، بهذا العنوان انطلقت أولى جلسات المؤتمر الذي يأتي ليكمل مسيرة التعاون الإنساني في مملكة البحرين القائم على مبادئ الحوار المنظم والتعددية والتنوع لتعزيز احترام حرية الأديان والمعتقدات على الصعيدين الإقليمي والعالمي. منذ القدم وحتى الآن لا تزال مملكة البحرين تولي الاهتمام البالغ لترسيخ الحريات الدينية والقيم والمبادئ الإنسانية القائمة على احترام التعددية وتعزيز التسامح والتعايش، وتنشر رسالتها الحضارية إلى العالم من خلال نموذج حي على أرضها يبين عمق التعاون والتشارك المجتمعي بين جميع أفراد المجتمع. في الحقيقة هي مسلك هذه الدولة منذ سنين يعني، وأنا أعتقد بأن البحرين في الحقيقة تستحق أن تكون بوابة الاتحاد الأوروبي للمنطقة، من طبعا باب الحريات الدينية خاصة واحترام الآخر إلى آخره من هذه الأمور يعني. فأعتقد بأن هذه البوابة هي التي ستفتح أفق جديدة بالنسبة للاتحاد الأوروبي في المنطقة، والبحرين ستكون بإذن الله هي الوجهة الرئيسية للاتحاد الأوروبي ولكل من يرغب في أن يتعرف على هذه الحريات منذ زمن طويل. هذا المؤتمر يعد بصراحة باكورة للتعاون بين مملكة البحرين والاتحاد الأوروبي في هذا المجال، في مجال عقد المؤتمرات وورش العمل المتخصصة في موضوع مهم وهو موضوع الحريات وموضوع حرية المعتقد والدين وحقوق الإنسان. كذلك هذا المؤتمر يضم شخصيات دولية كبيرة متخصصة في مجال أعتقد جازما بأنه المجال الجامع لكل شعوب العالم وهو مجال الحريات. وعلى مدى 3 أيام سيكون هذا المؤتمر بوابة يستمر من خلالها العمل لنشر مبادئ السلام والمحبة والاحترام، ويسلط الضوء على التجربة البحرينية التي باتت نموذجا يستلهم الجميع منها الاعتدال والوسطية، ليترجم الإسهامات الداعمة التي تعكس تنوع البحرين بفضل الدعائم الثابتة التي أرساها جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه.
رؤى جلالة الملك الله يحفظه والقيادة الرشيدة ساهمت وايد في دعم هاي التجربة. على مدى أيام المؤتمر بيعرضون تجاربهم اللي هي كلها بالتعاون مع أطياف المجتمع لتعزيز التعايش والتسامح. المؤتمر لن يكون الأول فقط ولكن والأخير فقط، ولكن أنا واثق أنه هيكون في مؤتمرات كل سنة، وهيكون في تسابق للناس اللي مجوش لأنه سمعوا عن المؤتمر، فهيكون ده حافز ليهم قوي جدا أنه ييجوا ويقيموا المؤتمر على أرض البحرين، أرض السلام. هذا المؤتمر اليوم يثبت أن البحرين هي لها دور كبير في حرية الأديان. ليش؟ لأن مجتمعها يفهم طريقة الحياة في الحريات الدينية. سعيدين جدا احنا كطلبة حضور والمشاركة في المؤتمرات اللي تعزز التعايش والتسامح بين الأديان. بالعكس هذه إضافة لنا وتشريف لنا دعوتنا على هذا المؤتمر، وينعكس انعكاس إيجابي أكيد علينا، يعزز روح التعايش والتسامح بيننا، وخصوصا احنا في البحرين مجتمع جامع لكل الأديان. الرؤية الشاملة لجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه كانت الأساس لخلق بيئة مثالية تدعم التعايش والاحترام المتبادل بين الخلفيات التاريخية والدينية والفلسفية المختلفة. رسالة للعالم تأكدت خلال انطلاق أعمال هذا المؤتمر بأن مملكة البحرين تعتز بتجربتها الرائدة في مجال حرية الأديان واحترام التنوع الديني، لتجدد جديتها بنقل نموذجها للتعايش السلمي للعالم أجمع وبشكل مستمر ومتجدد. شوق العثمان لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.